وينضم إلينا أيضا عبر الهاتف من دبي المحلل الاقتصادي نايل الجوابرة. مساء الخير أستاذ نايل. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي استشهد بشخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي كشخصية خرجت في التسعينات وأثبتت النموذج المتميز لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكانت نموذج يحتذى به على مستوى منطقة الشرق الأوسط. حدثنا عن هذا النموذج واستشهاد سمو ولي العهد السعودي بنائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا الرد من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بأن هذه المبادرة مبادرة مستقبل الاستثمار لها أهداف كبيرة جدا يعم خيرها على مستوى المنطقة. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين. بكل تأكيد هذا المؤتمر أو الذي شهد به اليوم أمس القوة التريليونية تعتبر في ليس في المنطقة فحسب بل بالعالم أجمع، أدى لأن يكون هناك لوي للأعناق بالنسبة إلى الذين لم يحضروا إلى هذا المؤتمر، وتشهيدا على أن الشيخ محمد بن راشد كان هو بالتسعينات، فالآن المملكة العربية السعودية تعتبر هي النقطة أو الانطلاقة لنا في منطقتنا في دول الخليج في المستقبل القريب والاستثمارات الكبيرة. التحول الذي حدث خلال الثلاث سنوات خلينا نقول تقريبا في المملكة العربية السعودية والتحول الرقمي بشكل كبير في منطقتنا أدى لأن يكون هناك مثل ما ذكر الأمير أن يكون هو أوروبا المستقبل الذي نطمح إليها كخليجيون بشكل عام، لأنه سوف يعم علينا باقتصاديات كبيرة، لدينا العقول لدينا الأموال لدينا الإمكانيات، فعلينا أن نبدأ، وهذا توقع أن يكون هي بداية المملكة كمساحة، وأنه سوف يعم كما ذكرت إلى منطقتنا كاملة وليس دولة على حدة. طبعا نحن جميعنا نكون يد واحدة لا تصفق، وإحنا جميعنا بين الأيدي، وأن مكانتنا العالمية كمنطقة الخليج العربي وأيضا قوتنا ودخول القطاع الغير نفطي في الناتج المحلي الإجمالي في منطقتنا في دول الخليج أدى إلى أن يكون هناك نظرة مستقبلية على منطقتنا، وأن يكون هناك زخم كبير بالنسبة إلى التريليونات. نعم، من دبي المحلل الاقتصادي نايل الجوابرة، شكرا جزيلا لك.